عليكم ورحمة الله. راح نشوفه مع بعض اليوم كيف نبيعوا الـ NFT في تطبيق ليبر. ولكن قبل ما نبيعوا الـ NFT ما عنديش ليزيني، ما عنديش عملة ليبر هنا، لازمني نعاود نصرف باش نعاود نجيب، لأنه باش تحط الأوردر يديو عليك 110 عملة. باش تحط الأوردر يديو عليك 110، يعني لما تحط الاوردر ما لازمش تنحيه. روح نصرفه برك. كما نشوفه هنا عندي 2272، نصرفوها، نصرفوهاش كاملة، نصرفوه 272. اوكي، خليت 1000. على خليت 1000 لانه لازم تقعد تجمع هنا باش هنا تلم القوة، لانه كي تعود العملات اللي هم بزاف باش تفتح لك هذه. لما تفتح عندي راح نعمل لكم فيديو كيف تحول هذا لهنا. الان جبنا 255 عملة، نروح نبيعو NFT. ندخلوا مع بعض. انتم التطبيق تاعكم بالانجليزية، انا تسمى والفت نخدم باللغة هذه. هتضغط هنا، كما نشوف هنا عندي دو NFT، عندي هذه وهذه. غلطت، حطيتها صورة قعدت، بس نقدر نشونجي ما بيناتهم. حقيقة هذه غالية، هذه اغلى من هذه، ولكن ما عرفتش قلت انا الغالية نحكمها وهذه نبيعها. الان نروح نبيعوها مع بعض. هتضغط هنا، لا نعتذر، تضغط هنا بعد، تعاود تضغط هنا، ثم تضغط هنا. هنا عندك العملة تاعك باش حاب تبيعها باليوان، لي اس دي تي او عملة ليبر. انا راح نختار عملة ليبر، اخترت العملة. عدنا راح ندير 90,000 عملة ليبر. ندير 50,000 هكا، 5,000، 50,000. هنا تكتب الملاحظة تاعك وش هي هذه، هاني كنت ترجمتها بالشينوية، هاني حطيتها هنا. الآن تعاود تعدل الكاباتشا تاعك هكذا، قلنا درنا 50,000. نعم، عندك 6 × 2 = 12 هكذا. الآن نضغط على أوكي ونروح نضغط على البصمة. كيما نشوفو راهي تحطت في المتجر. لا، نروح نشوفوها في المتجر. هاي هنا، وهذا الايد تاعك، يعني بمجرد ما يشريوها عليك شخص راح تلقى العملة تاعك مباشرة جات عندك. ثم هنا هكذا كما نشوفو هما راهم يبيعو، كاين اللي يبيع باليوان، كاين اليو اس دي تي. لهذا الشيء انا اخترت العملة ليبر، يعني عندي واحدة نبيعها ب50,000 عملة فيها بركة، وبعد في المستقبل نبيع العملة تاعي. نتمنى يكون الشرح وصلكم. وفي الأخير نقول لكم بالتوفيق للجميع. هام هنا، هام نحولي العملات.
بهذا الشيء لما تحط السعر تاعك لازم تكون متيقن باللي هذا هو السعر المليح، لانه لو كنت تحط الان اف تي تاعك تتباع وتعاود تنحيها تروح كمية عملة، تزيد تعاود تحط وتنحيها تروح كمية عملة. لهذا الشيء خمم مليح في السعر تاعك وحط العملة تاعك. وفي الأخير نقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.